صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 53 وخمسين لسنة 2022 بنقل سفير فوق العادة مفوض إلى وزارة الخارجية جاء فيه ينقل السفير هشام حمد الجودة رئيس بعثة رئيس البعثة الدبلوماسية البحرينية لدى جمهورية مصر العربية إلى وزارة الخارجية الماده الثانيه على وزير الخارجيه تنفيذ هذا القرار يعمل به من تاريخ صدوره